مساء الخيرات والمسرات الناس الكل، مرحبا بكم في قناتي من جديد. مازلنا متواصلين في الاكلات السريعه. اليوم ان شاء الله بقدره ربي باش نعمل لكم كعبه برجر بالدجاج، سهلين وما مش مكلفين، والنظافه كما تعرفوا معناتها حاجه نتاع دار ونظيفه، وصغيرات يفرحوا بيها والكبار زاد يفرحوا بيها. اما قبل ما نبداو في لي برجر نتاعنا، عندي طريقه نتاع تنظيم نوريها لكم. بالنسبه لفكره اليوم، باش نعطيكم فكره في منظم خارق العاده للبلاكار. هذه نحطوا فيه مثلا عندنا اصحان، نحطوا في البلاكار اصحان من فوق واصحان من لوطا، يبدا سورتو معناتها عندنا اليمون دو كويزين صغير يساعدكم برشا في التنظيم. تو من بعد نوريكم القجر كيفاش انا منظمته. بيعوا هكايا مسكرين، انتم كل مره تجمو تشريوا كل مره كعبه، كل مره تشريوا كعبه معناها جوست معناها باش ما تصعبوها. انا بالنسبه لي كيما تعرفوني ديما نحب نسهل لكم، ديما كل شيء نحبه بالتسهيل. سهلوا على واحكم، خلينا نعيشوا مرتاحين وسعيدين. بالنسبه لعجين البرجر بتاعنا، باش نستحقوا 400 غرام فرينه، زوز كعبات بيض، 180 مليليتر ماء دافي، مغرفة صغيرة سكر، 3 مغارف صغار خميرة فورية، خميرة خبز معناها، زوز مغارف كبار زيت نباتي، ومغرفة صغيرة ملح. أول حاجة باش ناخدو الماء الدافي بتاعنا، باش نحطوه في البول بتاعنا، وبعد باش نحطو مغرفة السكر، ونحطو 3 مغارف صغار خميرة فورية، ونبداو نخلطو فيهم مع الماء الدافي باش حتى لين الخميرة الفورية تنطفى. نخليوها على شيرتها، نخليوه باش يزيد يخمر، ومن بعد نحضرو الفرينة نتاعنا. نحطو 400 غرام فرينة نتاعنا، نجيو في الجنب نتاع الفرينة، الجنب هكايا باش ما نخلطوش، ردو بالنا نخلطو الملح مع الخميرة. نحطو الملح نتاعنا، مغرفة صغيرة الملح نرميوها هكايا، وبعد نغطيوه بالفرينة ونعملو كي حفرة شوية هكا بلاصة فارغة، نرمي فيها كعبتين العظم نتاعنا، ونصبو مغرفتين الزيت كيف مغرفتين الزيت النباتي، ومن بعد الزيت النباتي نصبو الخليط نتاع الخميرة نتاعنا الكل، ونبداو نخلطو. اوكي عجناها، اوكي التكستور نتاعها تبدا تلصق شوية، ما يقلقش تبدا تقهوى تلصق هكا، ريتها كيفاش تلصق ما يقلقش. تصبوا شويه زيت حتى جوست باش تذوب شويه زيت، تلموها هكايا، تقعدوا باش تلم لكم تلم شويه بالزيت. ومن بعد نغطيو العجينه نتاعنا ونخليوها تخمر لمده ساعه ونص، وبعد نرجع لكم. بالنسبه لبرجر الدجاج، اول حاجه عندنا طروف الدجاج، زر الدجاج ولا طروف اسكالوب اللي عندكم اللي موجود، ونحيوه بالروبو. اوكي نحيوه من الروبو، اوكي التكستير نتاعها تولي دجاج مفروم. نحيو مع الدجاج زادا في الروبو طريف بصل مقطع اخضر. بالنسبه للفارس نتاع الدجاج اللي رحيناه ديجا بالبصل، باش نفوقوه عندنا شويه ملح، شويه ثوم مقطع، شويه بابريكا، وشويه شابلور، نرميهم الكل نخلطوهم مع بعضهم، ونرميهم ونشكلوهم دائرات. بعد ما عجننا الدجاج، باش نحطو على شي صحن، عندك شي صحن غارق، صحن يبدا هكا فيه كرو، تشد انت الفارس نتاعك تعمل هكا باش تعمل مكعبات برجر. بعد ما شكلناها هكا شو نسكر سمحوها، وبعد نرميوها غاديك. خرجنا العجينه من الفور بعد ما خليناها في بلاصه سخونه، توا باش نقسموها. اوكي هيك خمرت لنا، ديجا خمرت هويكا، باش نبداو نخرجوا الهواء منها.
نبداو باش نعمل شويه زيت باش نجمو نعملوها دائرات نتاعها على الخامه. باش نقصوهم على 9 طروف 8 طروف كيما 8 باش نعملوهم 8 كعبات. كل كعبه نهزوها ونسيسوا هكايا شويه بشويه زيت باش نبداو نعاودوا نشكلوها من جديد. حطيناهم في الطبق فيه بابي كويسون ونخليهم درجين يرتاحوا قبل ما ندخلوهم للفور. بالنسبه للفوق باش نزينوهم بشويه مح، عندنا مح عظمه مح بيض ونصبوا فيها مغرفتين حليب. باش نحطوهم في الفور على 220 درجه لمده 12 دقيقه. باش نحطوهم نسخنوا شويه الزيت ونخليهم يتقليو في شويه زيت، نحمروهم من الشفتي اوكي، دوروهم باش يوليو في اللون هذايا، يحمروا باش يوليو في اللون هذا. هما 8 كعبات نتاعنا. تجمو اذا كان تكون تحبوا اكبر تولي تعملوا اقل عدد والكعبه تزيدوا تكبروها. دونك باش نوريكم كيفاش التكستير نتاعها من داخل. خفيفة برشا. عندنا كعبة البرجر اللي شويناهم، عندنا كعبة سلايس فروماج. باش نخلطوا شوية مايونيز وهريسة. شوف تجمو تزيدوا الموتار، تجمو تزيدوا الكاتشوب كيما تحبوا، على وطيف سخس. باش نعملوا باش نزينوا كعبة هذو ما كانوا كعبة البرجر بتاعنا بالدجاج. جربوهم راهو تو يعجبوكم، او اذا كان تحبوا تكون الكعبة اكبر تجمو تنقصوا كمية، تعملوا مثلا 5 كعبات تجي كعبة باهية واكبر من هكايا. وان شاء الله الى اللقاء مع وصفة جديدة وفكرة جديدة، وما تنسونيش عاد في الاشتراك واللايك والكومنتار باش تشجعوني ونعملكم وصفات اخرى تعجبكم ان شاء الله.